السلام عليكم ورحمة الله. راح نشوفوا مع بعضنا كومون فير اون ريشيرش سور لا باز دو دوني دان سي بي اي. دونك كي نجي هنا ندير في ريشيرش ان سي بي اي، ان سي بي اي، ان سي بي اي سي ناشونال سنتر فور بايو تكنولوجي انفورميشن. دونك سي ان سنتر ناسيونال دو بيو دانفورماسيون بيو تكنولوجي وعنده بليزيور باز دو دوني. Donc, même bien les bases de données, de PubMed, les bases de données des jeunes, etc. Donc, quand on entre directement sur le National Center for Biotechnology Information, il y a un logiciel qui est pour toute recherche. On écrit la requête, on choisit la base de données, ou on va dire search, les informations. Il y a plusieurs bases de données, même bien les bases de données, on va mettre les bases de données تاع لي جين لي جينوم نلقاو لي بروتيين اكسيترا. دونك هنايا واش راح نلقى على لا غوش منا نلقى لي ريسورس اول ريسورسز ولا لي ريسورس دون ان دومين بيان ديفيني. على لا دروات راح نلقاو لي زوتي لي بلوز يوتيليزي في البوبولار ريسورسز ولا لي ريسورس لي بلوز يوتيليزي في الان سي بي اي. كون نحبو نديرو اون بتيت ريشيرش هنايا نكتبو مثلا انسولين، حاب ندير بحث على الانسولين. هنا نخليلو اول داتابيزس ونشوفو كاس كي الفادوني كوم ريزولتا. دونك نتكا ريسيرش هنا واش جاتني هنا ريزولتس فاوند ان 30 داتابيز. وشي هما لي باز دو دوني هنا اللي عندنا؟ نلقاو هنا ليتيراتور، هنا tout ce qui concerne la littérature، يعني الكتب ولي زارتيكل سيانتيفيك اللي حكاو على الانسولين. هنايا نلقاو هنا مثلا الكتب هنايا راح نلقاو في البيماد لي زارتيكل، لي زارتيكل بيماد سنترال كي كونسيرن كوتي ميديكال ولا بيو ميديكال. هنايا لا باز دو دوني دي جان، tout ce qui concerne les gènes اللي يتحكموا في الانسولين. راح نلقى تو سكي كونسيرن لا بروتين المام هنايا، هادو راهم دي باز دو دوني. هنا لي جي كونسيرنون لي جينوم، هنا كوتي كلينيك، وهنايا تو سكي برودوي شيميك. دونك هادو بكل راهم دي باز دو دوني. راح نسيو نشوفو كل وحده واش تمد لنا كوم ريزولتا. نبداو بلا ليتيراتور. كي نحب نشوف مثلا tout ce qui concerne، حاب نبدا بحث تاعي انا على الانسولين، لازم نشوف ساعة لي زارتيكل سيونتيفيك كي كونسيرن الانسولين. دونك لي زارتيكل سيونتيفيك وين راح نلقاهم؟ نلقاهم في بيب ماد. ندخل هنايا بيب ماد ونشوفو قد عطاني الريزولتا. نجي نشوف هنايا نلقاه عطاني 427,853 ارتيكل سيونتيفيك اللي عنده كوم موكلي انسولين. هنايا راح نشوف هنايا نبداو من 1922 حتى 2021 هادو كل لو نومبر دارتيكل اللي كي كونسيرن الانسولين. كيما قاعدين نشوفو فيهم كيفاه قاعدين يطلعوا العدد تاع لي زارتيكل سيونتيفيك. دونك انا اوتوماتيكمون مانيش راح نحوس وندور على هادو 427,000، اكثر من 427,000 ارتيكل ونقراهم. اوتوماتيكمون راني عندي بلوس دو فيلتر لازم نتبقوا على لي زارتيكل تاعي. هنايا يجيوني لي فيلتر، نقول له انا مثلا واش حاب في التكست افيلابيلتي، حاب نهز جوست ابستراكت لي ريزومي تاعهم برك، حاب نشوف غير اللي عندهم لي ريزومي، ولا فري فول تكست يعني اللي راهم لا توتاليتي تاع التكست تاعهم راهم اون اكسي ليبر، ولا فول تكست. انا نحب نشوف لي زارتيكل اللي اكسي ليبر كامل. كنت كهنايا كانت عندي 427,000، بقات لي 138,000. نزيد ندير كالكو فيلتر واحد اخرين، نحب نشوف اسوسييتي داتا ما تهمنيش اسكو عندهم دي دوني معاهم اسوسيي. نحب نشوف هنايا مثلا غير لي زيتود كلينيك، نحب نشوف غير لي زيتود كلينيك. دونك نفلتري منا غير نقول له عطيني غير لي زيتود كلينيك. هنايا واش لقيت؟ 9000 ريزولتا. دونك هبطت من 24000 ل 9000. نقدر نزيد نشوف مثلا غير لي زارتيكل اللي خرجوا في 5 دارنيير زاني، ما كان نشوف لي زارتيكل من 1920 ولا
غير لي 5 دارنيير زاني. في لي 5 دارنيير زاني عندي 3000 ارتيكل، نقدر نحب مثلا غير للعام الاخير برك لي ديرنيي زارتيكل في الدومين في اللي حكاو على الانسولين، هاني لقيت 285 برك، 285 برك ارتيكل. نزيد نحوس انايا اسكو تهمني الانسولين عند الانسان برك ولا عند لي زوتر سبيس، نقولوا انايا الانسان برك مثلا نحب نشوف عند الانسان برك، لقيت 275 ارتيكل. نزيد نشوف انايا اسكو عند ندير نقدر ندير اديشنال فيلترز، نشوف هنايا نقول له عند مثلا لي سبيس حاب نشوف عند الانسان برك، لي لونغاج اسكو يهمني اللونغاج تاع الارتيكل ولا لا، نحب نشوف السكس اسكو فيميل ولا مال، سبجكت جورنال نقدر نشوف مثلا لاج ثاني، لاج نقول له حاب نشوف غير عند تشيلدرن عند غير الاطفال، شو نقول له هنايا غير عند الاطفال برك نشوفهم. هنا لقيت هاي بقاو لي 59 ارتيكل برك، هنايا 59 ارتيكل نقدر ندور بيناتهم ونشوف لي زارتيكل تاعي وين اللي يهمني بزاف. كيما هنا مثلا study on the effect of education for insulin injection in diabetic patients with new simulation tools. هنا نشوف غير تما لي زارتيكل اللي يهموني، نقدر من ندير لهم sorted by يعني نتريهم. هنا نقدر نتكا هنايا ونحب نتريهم display options، نشوف نقول له مثلا اعطيني هنا most recent، نقول له نو ما تعطينيش most recent، اعطيني best match يعني اللي راهم نقطين مليح. نشوف هنايا هام best match يبدا لي ب par exemple الارتيكل هذا ويرتبهم لي، عندي 59 ارتيكل نقدر ندور بيناتهم. دونك هنايا لي زارتيكل سيونتيفيك باه ندخل ان ارتيكل، ندخل نكليك عليه ديريكتومون هنايا، يمد لي هنايا الابستراكت تاعو تو سكي كونسيرن الارتيكل، نقدر منا ندير له بي ام سي فول تكست باه نروح نشوف التكست كومبلي تاعو ونتيليشارجيه ونقدر نقرا الارتيكل تاعي الاز. هاو الارتيكل هنا الارتيكل كومبلي، فوالا هذا الارتيكل كومبلي. دونك سي تري انتريسون دو فير دوتيليزي بيب ميد avant de commencer n'importe quelle recherche sur un domaine. هنا نقدر نتيليشارجيه اون فورما بي دي اف. دونك هنايا واش شفنا في الان سي بي اي كيفاه نقدر نوتيليزي بيب ميد اللي هو فيه لي زارتيكل سيونتيفيك كونسيرنو ان دومين اللي راح نقدر نتحط بار اكزومبل سور راي باه نقدر نحوس في ان دومين بيان بريسي، ما نغمقش وما نبقاش نحوس سور انترنت